أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه. قبل متى صلى الله عليه وسلم kuzaliwa baba yake alikuwa amekufa. ولد عليه الصلاة والسلام يتيما. متى صلى الله عليه وسلم alizaliwa hali yakuwa ni yatima. مات أبوه قبل أن يولد. Baba yake alikufa kabla kuzaliwa. فعندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم وقت متى صلى الله عليه وسلم amezaliwa كانت عادة قريش عادة أهل مكة ilikuwa ni ada ya watu wa Makka أنهم يجعلوا الأولاد يرضعوا خارج مكة. Ilikuwa ni ada ya watu wa Makka kunyonyeshwa kwa mtume ilikuwa ni ada ya watu wa Makka kunyonyeshwa kwa mtu wakati anapozaliwa lakini ananyonyeshwa sehemu ya nje sio Makka. Limadha? Kwa nini inakuwa hivyo? Lianna Makka yatiha al-hujjaj wal-mu'tamirin qad takun yani makana lil-awbi'a lil-amrad. Kwa sababu Makka inakuja watu tofauti tofauti, wengine wanakuja kufanya haji, wengine wanakuja kufanya umra, inaweza kuletea maradhi, inaweza kuleta shida. Wahata yataallam alwalad hadha as-saliqa al-lugha al-arabiyya al-fusha. Na lengo lingine kwa nini mtoto ananyonyesha mahali ambapo kwamba ni mbali ya Makka ni kwa ajili ya kujifundisha lugha ya Kiarabu ambapo kwamba ni fasaha. Wahata tatafarraq al-ma'ra al-qurashiyya tatafarraq لخدمة الزوج لا تشتغل بهذا الولد. نائلي بيا أنتو أم بيكون بقى أنا تايم نام كيواكي أسيوي يكون تايم نام توتو أم بيكون بقى أنا فاكم يونيشوا. ولأن الولد إذا نشأ خارج مكة يجد الهواء النقي والطعام الطبيعي فينشأ ذا قوة. نا قصاب نجيني بيا نقصاب متوتو ألقوا أنا يونيشوا سيمو أم بيكون بقى نيمبالي إلي أبات هيو أم بيكون بقى نسافي أبات تأكل كيزوري نا أوي نانغوفو كاتشكا ميليواكي. جاء بعض النساء مع أزواجهن إلى مكة لأخذ الأولاد حتى يأخذوا نقود من أهل مكة ويرضع الأولاد. كل كوجا بعض أنواعك مكة قاعدة كنيشة توتو إلي والبيبيسا قاعدة يو كذا كنيشة. جماعة من بني سعد كونا جروب كتوكا كقبيلة لبني سعد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على النساء لا تقبله أي مرأة من هؤلاء. إكام تومي صلى الله عليه وسلم أكلتها ولي ونواكي وكنيونيشا إكام يه أنا كتاها ونواكي. لماذا؟ كونين ألي كتاها ونواكي؟ لأنه يتيم. وسبيين يتيما. وهؤلاء أتينا للمال. نها وسبوها ولكوجا وكوجيليا مالي. فكل واحدة منهن أخذت صبي. كلا موجة ها ونواكي لبكوجا ها وكتكوها متوتو مهنجين. إلا امرأة تسمى بحليمة. Isipokuwa mwanamke mmoja ambaye kwamba anaitwa Halima Saadia. Halima Saadia. Anaitwa Halima Saadia. Min Bani Saad. Anatoka katika kabila ya Bani Saad. Fahadhihi almar'a. Huyu mwanamke lam tajid sabiyan ta'khudhu. Hakupata mtoto ambaye kwamba atamchukua mnyonyesha ile alipopesa. Lam yabqa illa an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Hakubakia watoto wote walichukuliwa isipokuwa alibakia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akhadhat. Alimchukua. فعندما أخذت وقت اللي بمشكون تومي صلى الله عليه وسلم وجدت أن الله سبحانه وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم سببا للبركة لها. هو حليمة السعدية أكونكم اللي بمشكون تومي صلى الله عليه وسلم إكوني سبب يكو بتبركة كتوكك الله سبحانه وتعالى سببا في كثرة الحليب عندها. مزيواياكي يكايكو مينجي. حتى في الأتان الذي كانت تركب عليه الحيوان الحمار تركب عليه. حتى ماذا؟ هذا الحمار الذي تركب عليه كان فيه عرج يتأخر صار هو يسرع عن القوم. ها يولي بونا مبايكوانبا أمي مباندا إكايكو مبيوني إكو سبيد مزوري. كان لديها أغناما هذه الأغنام تأتي آخر النهار ملأ بالحليب وبقية الأناس الذي كان يرعوا لا يجدوا شيئا. إكاو المبوزي واكي ونوانيماكي أمبوكومبا أنا عليها وكاو ميكوا فيزوري بيا وميكوا نمازيوا ميكي. حتى زوج حليمة شعر بهذا. حتى يولي مميواكي بيا أليهيسي إزو باراكا أمبوزيكومبا لكوا نازل. قال والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. Yule mume yake akaambia kwamba Halima wewe umechukua baraka kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yansha nash'a mubaraka. Ikawa Mtume sallallahu alayhi wa sallam anakuwa katika malezi ambayo kwamba ni ya baraka. Saliha. Mtu ambaye kwamba ni mwema. La ya'rif an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la ash-shirk wala al-ma'asi ولا الغناء ولا شرب الخمر ولا النساء. إكاو متومي صلى الله عليه وسلم هجوي شركي ولا كفاني مبوا معاصي ولا كنوا بومبي ولا كسكزانيم ولا مبوا مبوا كمباني حرام هاي. حماه الله سبحانه وتعالى والله أعلم. الله سبحانه وتعالى المحفاظي نا الله سبحانه وتعالى ديان بيكمباني مجوزي زايدي. الله أعلم.